10 ظهر للأخبار. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونبدأها بالعناوين. الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة تعقد اجتماعا بالحمامات، وعلى طاولة نقاش الوضع العام في البلاد وملف المفاوضات الاجتماعية والقانون الأساسي للوظيفة العمومية. إضراب حضوري للأطباء الداخلين المتعاقدين احتجاجا على عدم سداد أجورهم، وسلطة الإشراف تؤكد أن مرد ذلك عملية التثبت في الملفات. سعيا لتحقيق نقلة نوعية في بنيتها التحتية، تونس تشارك في المؤتمر الدولي للبنية التحتية بسيول، والوفد التونسي يبحث سبل دفع التعاون في عديد المجالات. أهلا بكم من جديد. التوصية بإضراب في القطاع العام وأخرى في الوظيفة العمومية على أن لا يتزامن في نفس الوقت أمر مطروح على جدول أعمال الهيئة الإدارية للاتحاد، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطهري اليوم على هامش انطلاق أعمال الهيئة الإدارية بالحمامات. وأشار الطهري إلى أن الهيئة الإدارية ستحسم في مسألة الإضراب في القطاع العام الذي طرح بسبب تعطل المفاوضات الاجتماعية في القطاع، موضحا أن الإضراب ليس إضرابا عاما بل جزئي، سيشمل في حال إقراره القطاع العام والمنشآت العمومية، وهو توصية رفعها كل من مجمع القطاع العام ومجمع الوظيفة العمومية للهيئة الإدارية. المفاوضات في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية اللي هي متعطلة واللي لم نلمس فيها أي تقدم من قبل الحكومة، وآخر لقاء بين الأمين العام ورئيس الحكومة لم يجد فيه جديد، بل واصل رئيس الحكومة الحديث على الوضع القاتم، وبالتالي عجز حكومة على تقديم المفاوضات رغم الالتزام والتعهدات السابقة ولآخرها التزام 7 جويلية القاضي بأنه المفاوضات تنتهي في 15 سبتمبر، وهنا اليوم في 20 سبتمبر ولم نستأنف حتى الجلسات. المواضيع الأخرى مرتبطة بمواضيع عادية ولكن هامة، إضراب في القطاع العام، توصية للإضراب في القطاع العام وتوصية في إضراب الوظيفة العمومية، ومش بالضرورة يتزامنوا في نفس الوقت، فبالتالي ما عندناش إضراب العام. احنا نهنئ عمال القطاع الخاص بأنه توصلنا إلى الاتفاق في المفاوضات في الزيادة في الأجور. دخل الأطباء الداخليون المتعاقدون وعددهم قرابة 500 طبيب في إضراب عام حضوري بثلاثة أيام، وذلك على خلفية ما وصفوه بمماطلة وزارة الصحة في خلاص أجورهم منذ 6 أشهر، موعد انتدابهم صلب 4 مستشفيات. من جهتها أكدت المديرة العامة للصحة نبيهة بورصليف الفول أن هذا التأخير في صرف الأجور مرده عملية إتمام الإجراءات وأيضا التثبت من الملفات حالة بحالة، نظرا لعدم مباشرة البعض من هؤلاء الأطباء المتعاقدين لعملهم على حد تعبيرها. وزارة الصحة حلت 500 بوست تاع أطباء داخلين متعاقدين مقسمين على تونس، سوسة، مستير وصفاقس. 500 ذوما توا بدينا من أفريل، توا 6 أشهر ما خلصناش فيهم، مازلنا لتوا عملنا حطينا إعلان بإضراب من آخر أوت. إذا كان ما نخلصوش في سبتمبر باش ندخلوا في إضراب لمدة 3 أيامات. ماخذين بيجي سبيسيفيك على خاطر ماهمش يخلصوا كيما الآخرين، دونك حتى لين يخلطوا الأوراق نتاعهم الكل يتلموا، صار توخير في الجمعة الأخرانية بكل فاليداسيون تاع الشهري نتاعهم وتسيبت الشهري. وفي الرسورس هيومان نتاعنا في الإدارة أكدوا لهم اللي بديت قاعدين يخلصوا في مزور، وبلو تار معناتها نهار الاثنين جاي تكون كلهم خلصوا إن شاء الله. هما توا 500 واحد، أما فيهم برشا اللي ما التحقوش، هذاك علاش زادا ناخذوا احنا شوية وقت. المصادقة على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية كانت من أبرز محاور اجتماع مجلس الوزراء الذي أشرف عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الحكومة بالقصبة، كما استعرض جملة من البيانات تهم بالأساس الوضع الاجتماعي والخارطة الصحية والتشغيل. 7 من مشاريع القوانين تمت المصادقة عليها في مجلس الوزراء، من بينها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي.
وعلى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب الأحياء السكنية وإدماجها. كما تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في التمويل الإضافي لبرامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية. حزمة من الأوامر الحكومية في عديد المجالات تمت المصادقة عليها أيضا تتعلق بضبط الحدود الترابية لبلديات بشلي جرسين البليدات بولاية قبلي وبير لحفي والمنصورة ومنزل بوزيان وجلمة من ولاية سيدي بوزيد. وصدق مجلس الوزراء على 3 بيانات تهم الوضع الاجتماعي والخارطة الصحية وخطة وزارة الصحة في مجال توفير الأدوية واليقظة الصحية. تشهد البلاد موجة من التقلبات الجوية ترافقت مع هطول كميات محلية هامة من الأمطار الرعدية وإمكانية نزول البرد في بعض المناطق. ولمزيد من المعطيات معنا عبر الهاتف السيد عبد الرزاق بن رحال، مهندس رئيس بالمعهد الوطني للرصد الجوي. سيد عبد الرزاق، بداية مرحبا بكم. كما ذكرت تشهد عدد من مناطق البلاد موجة من التقلبات الجوية، بودنا لو تطلعنا على تطورات الحالة الجوية خلال الساعات القادمة. بارك الله فيك. وفعلا اليوم يتواصل الوضع الجوي، هذا اليوم الخميس 20 سبتمبر 2018 ملائما لتواصل ظهور السحب الرعدية. السحب الرعدية هذه بتكون مصحوبة بأمطار في أغلب الجهات تقريبا، وأخص بالذكر مناطق الشمال والوسط، حيث ستكون هذه السحب الرعدية ذات فاعلية وتساهم في تهاتل الأمطار بغزارة في بعض المناطق من ولايات الشمال والوسط، حيث نتوقع أن يتجاوز مجموعة كميات الأمطار في ظرف 24 ساعة يتجاوز 40-50 ملم. نعم. إمكانية أيضا واردة لتساقط التبلوري أي البرد في أماكن محدودة، علما ان مع هذه السحب الرعديه تقوى سرعه الريح لتتجاوز احيانا 80 كيلومتر في الساعه. ونفيد الجميع ان هذا الوضع الجوي سيتواصل كذلك يوم الغد، وبالتالي يتواصل ظهور الخلايا الرعديه الممطره يوم الغد خاصه في العشيه وخلال الليله الفاصله ما بين يومي الخميس والجمعه، وكذلك الليله الفاصله ما بين يومي الجمعه والسبت. نعم السيد عبد الرزاق بن رحال، مهندس رئيس بالمعهد الوطني للرصد الجوي، نشكرك على هذه التفاصيل. تعتزم الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية إنجاز المرحلة الثانية من متابعة القرب، مهمة أعلنت عن إطلاقها اليوم في ندوة أبرزت أهم الأهداف ونتائج المحققة في مجال مكافحة الفساد. أطلقت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية الطور الثاني من المقاربة الرقابية الجديدة متابعة القرب. المرحلة الجديدة ستشمل 27 تقريرا تهم عددا من الوزارات والمؤسسات العمومية، 27 هيكل عمومي بما فيهم 4 أو 5 وزارات، بما فيهم هيئة مستقلة، فيهم ملفات كذلك اللي هي حارقة تصرف في السيارات الإدارية، ملف يعني اللي تحدثوا عليه برشا الإعلام اللي يخص الأحياء الشعبية ويخص تهذيب وتجديد العمر. هذه مش تكون متابعة تختلف على الطريقة التقليدية باعتبار أنه متابعة على سيقة، يعني نمشوا للمتصرف العمومي ونراقب ونقيم مباشرة مجهود الإصلاح. ويأتي الطور الثاني من مهمة المتابعة عن قرب بعد أن أكدت الهيئة تراجعا هاما في الأداء على مستوى التصرف العمومي. هناك التصرف السليم أصبح نادر، لكن احنا نراقب جميع الاخلالات ونتابع اصلاح جميع الاخلالات، حتى الاخلالات التي ليست موجبه الى العقوبات الجزائيه او العقوبات الاداريه، لكن هي مكلفه بالنسبه الى التصرف العمومي. الاخلالات فيما يتعلق بالتقارير التي هي موضوع المتابعه عن قرب اللي حدثوا عنها، هي ملاحظات اكثر من 600 ملاحظه للمتابعه، لكن هنالك عمليه تجميع حسب مواضيع هذه الملاحظات وحسب خطورتها وحسب إمكانية الإصلاح. أخطر تجاوزات هي تتعلق كما قلت بمعناها الاستيلاءات على الأموال العمومية، واللي هي أصبحت عندها ربما صبغة تاريخية. وتسعى خطة المتابعة بعد رصد الإخلالات في التقارير الرقابية إلى مراقبة جهود الإصلاح والتي ستشمل عددا من المؤسسات التابعة لوزارة البيئة. هنا ثم تقارير اللي هو فيها مشاكل تصرف ويزم إصلاح، ولا معناتها هي معناتها إخلالات يجم يقع رفعها بتحسين أساليب العمل
وهذاك طبعا ثم اللي هو اني ثم اللي ياخذ شويه وقت. وقت اللي جيت لوزاره البيئه نلقى ثم التفقديه فيها شخص واحد. اليوم طورنا في في التفقديه. ومن المنتظر ان تستمر مهمه الرقابه الجديده عن قرب لمختلف المؤسسات والهيئات قرابه 6 أشهر. غياب المرافق الصحية ونقص الإطار التربوي بالمدرسة الابتدائية غارستايا بمعتمدية نفزة من ولاية باجا أثار حالة من الاستياء والاحتقان لدى الأولياء الذين طالبوا بضرورة التعجيل في صيانة هذه المدرسة حتى يستأنف أبنائهم الدروس في ظروف ملائمة. تعطل الدروس بالمدرسة الابتدائية غارستايا بمعتمدية نفزة من ولاية باجة تزامنا مع موعد العودة المدرسية وحالة من الاحتقان والغضب في صفوف أولياء التلاميذ على خلفية تردي البنية التحتية والنقص الحاد في الإطار التربوي، إلى جانب غياب الصيانة والماء الصالح للشراب وسوء التسيير بالمدرسة على حد تعبيرهم. فضلنا على خاطر نحن نوصلوا لهنا، لازم رقابه، لازم معلمين، لازم تلامذة يجي 400 تلميذ ولا اكثر ونوصلوهم، نبطلوا نخدموا نفوسنا ونوصلوهم، في الاخر نوصلوا غاديك سقروا من الباب يقول لك لا ما ثمش راه ما ثمش معلمين، ما ثمش لا معلمين ولا مدير. التلامذة يبعدوا 6 كيلومتر على المدرسة، 6 كيلومتر على المدرسة، نجيبوهم لهنا، يوصل لهنا يبدا معلمين ما جاش، يجي المدير يخرج لساحة البر المطر، يبدا قاعد البر المطر. الصغار تبدا مقيلة في الشارع على البرة وقت الراحة يخرج يسكر الباب. لا فيها قاعات صالحة للدراسة، لا فيها تلميذ ياكل اللي عنده لمجة ما فيها فماش، لا تشوف في مية باش يشرب ما فماش، التواليت باش يدخل تواليت ما فماش، يعني أبسط البسيط نتاع الحياة نتاع التلميذ مش موجود. لقيناها خايدة وما هيش مقدودة وطايحة. وانتم ما تحبوها شنو؟ نحبوها مقدودة وكيف المدارس الأخرى الكل. مدير المدرسة الابتدائية غارستايا رفض من جانبه الاتهام بالتقصير في أداء واجبه، لكن تأخر أشغال الصيانة والاستجابة لمطالب الأهالي زاد في حالة الاحتقان. إدارة كمدير علمنا المندوبية قامت بواجبها، قامت بواجبنا الوزارة، جتنا حتى مديرين عامين من الوزارة وبرمجوا باش يعاود تهيئتها الكل، يعني تعاود تبني المدرسة كاملة يعني بما فيها يعني 3 قاعات سياج مكتب مدير إلى آخره كل المتطلبات يعني. لكن تعطلت الأشغال. لا بالنسبة لنا راه موفرون يعني الإدارة وفرت لنا الإطار كامل يعني عندنا حاضر النواب يعني حاضرين يعني متوفر من أول نهار متوفر حتى كان نحتاجوا على الإطار وفرناه يعني. مطالب حملناها إلى المدير الجهوي للتربية بباجة الذي رفض الإدلاء بأي تصريح في الغرض. تستضيف العاصمة الكورية سيول المؤتمر الدولي للبنية التحتية، ويهدف هذا المؤتمر إلى عرض آخر المستجدات في مجال البنية التحتية الحضرية والتباحث حول سبل دفع التعاون في مجال الطرقات والمطارات والسكك الحديدية. العاصمة الكورية سيول تستضيف المؤتمر الدولي للبنية التحتية بحضور ممثلين عن الحكومات وقطاع البناء والإنشاء من مختلف أنحاء العالم وبمشاركة وفد تونسي يترأسه وزير النقل رضوان عيارة. قادمين على مشاريع كبرى من قبيل مطار جديد إن شاء الله بيكون في أحواز تونس، وميناء جديد بمواصفات عالمية في ولاية سوسة بنفيضة. طبيعي الجانب الكوري نعتقد عنده رغبة في تنمية العلاقات في الجانب هذا. نحن علاقاتنا عريقة منذ 1969. الجانب الكوري كان جيد جدا في مجالات تهم وزارة الفلاحة، التعليم العالي، أملاك الدولة، البيئة بالأساس. وترمي الحكومة الكورية من تنظيم المؤتمر إلى الارتقاء بشراكاتها مع دول العالم في مجالات البنية التحتية وخصوصا المدن الذكية وقطاعات النقل والاتصالات والطاقة. لدينا خبرة طويلة وناجحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثلا في الكويت والجزائر، وذلك يمكننا من التوسع لبلدان جديدة. نعلم أن تونس تتمتع بموقع جغرافي مميز ويمكن لها الاستفادة من إعادة هيكلة بنيتها التحتية بأحدث الأساليب العلمية العصرية. ويشمل التعاون التونسي الكوري تطبيقات علمية لإدارة البيانات العامة وتطوير الكفاءة الإدارية، تعاون مرشح للتوسع نحو بناء مدن ذكية وشبكات للمواصلات تحقق شروط التنمية المستدامة ونقل المعرفة للكوادر التونسية. مع سعي الجمهورية التونسية لتحقيق نقلة نوعية في بنيتها التحتية، تأتي مشاركة وزير النقل في المؤتمر الحالي لتلقي الضوء على الموقع الاستراتيجي لتونس كبوابة استثمارية تسمح أيضا بتحقيق تعاون فني وتقني على مستوى دولي.
نجيب الخش، التلفزة الوطنية التونسية من سيئول. نبدأ جولة أخبارنا العالمية من ليبيا، حيث كشف بيان للمنظمة الدولية للهجرة عن نزوح نحو 4000 عائلة على الأقل، أي ما يقارب 20000 شخص من المناطق المتضررة جراء الاشتباكات الأخيرة في جنوب العاصمة طرابلس، والتي خلفت 78 قاتلا وأكثر من 300 جريح. من جانبها أكدت مصادر إعلامية ليبية أنه تم فتح ممر آمن في منطقة مشروع الهضبة لإجلاء 10 عائلات كانت عالقة في إحدى البنايات. وشهدت طرابلس في أوت الماضي معارك عنيفة بين قوة تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا وعناصر مسلحة من مدينة ترهونة، انتهت بإعلان اتفاق لوقف إطلاق النار عقب اجتماع برعاية المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. استشهد طفل فلسطيني وأصيب 20 شخصا بجروح فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 6 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص خلال مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مدينة دير البلح وسط القطاع. وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية تسجيل حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع شرق بلدة جباليا شمال القطاع. من جهة أخرى، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات طالت 6 فلسطينيين خلال اقتحام ومداهمة عدد من المنازل في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة. على خلفية إسقاط طائرة روسية قرب سوريا في وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسل الرئيس السوري بشار الأسد رسالة إلى وزارة الدفاع الروسية، أعرب خلالها عن أسفه وتعزيه الخالص لوقوع هذه الحادثة التي أسفرت عن مقتل عسكريين روس، ملقيا باللوم على المحتل الإسرائيلي. وكانت السلطة السورية أوضحت في وقت سابق أن الطائرة التي كان على متنها 15 شخصا أسقطت من قبل أسلحة سورية مضادة للطائرات في واقعة ما يسمى بنيران صديقة. في ظل عدم التوصل إلى تقريب لوجهات النظر بين القادة الأوروبيين المجتمعين في النمسا بشأن ملف البريكسيت، دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى قمة طارئة هذا الخريف لمزيد التباحث حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في مارس 19 و2000 دون خسائر لأي من الأطراف. بعدما استأثر ملف الهجرة غير النظامية بالحيز الأكبر من نقاشات قادة الاتحاد الأوروبي في القمة غير الرسمية بسلزبرغ النمساوية باتجاه إنهاء الخلافات ورأب الصدع الذي تسبب فيه هذا الملف في الجسم الأوروبي، كان ملف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الموضوع الثاني على جدول أعمال القادة. وقد حثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي غادرت الاجتماعات في يومها الثاني، حثت قادة الاتحاد الأوروبي على تعديل مواقفهم التفاوضية في هذا الملف على ضوء وجود أصوات تنادي بإعادة صياغة خطة الخروج، سيما فيما يتعلق بالمسألة الإيرلندية وإطار التعاون الاقتصادي. دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي الذي ترأس القمة اقترح موعدا أوروبيا ثانيا يخصص لمفاوضات البريكسيت هذا الخريف قبل انعقاد القمة الأوروبية ببروكسل، والتي من المفترض أن تبحث ترتيبات الخروج في مارس 19 و2000. وفيما تدافع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهي خطة تتضمن إقامة منطقة تبادل حر للمنتجات الصناعية والفلاحية مع إنهاء صلاحية حرية تنقل المواطنين الأوروبيين ورقابة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، دعا رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يانكر بريطانيا إلى الاستماع إلى شركائها، وأكد أنه عليها أن تدرك أن بمغادرتها الاتحاد الأوروبي لن تحافظ على الامتيازات نفسها للدول الأعضاء. وأمام استمرار تباين المواقف في الداخل البريطاني والجسم الأوروبي حول بعض المسائل في ملف البريكسيت، دعت النمسا الرئيسة الحالية للاتحاد الأوروبي بريطانيا إلى مزيد من الليونة في التباحث حول النقاط العالقة مع بروكسل في انتظار قمة سابقة لأوانها تعلق عليها الأمل في التوصل إلى حل يرضي بريطانيا بتشققاتها والاتحاد الأوروبي الذي يدعو إلى وحدة الصف.
أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ترحيب الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس بنتيجة القمة التي عقدت بين زعيمي الكوريتين الشمالية والجنوبية، وقال إن الوقت حان لاتخاذ إجراء ملموس. وأضاف دوجاريك إن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم مساعدة إضافية للطرفين بأي طريقة يعتبرونها مناسبة. يأتي ذلك في أعقاب المحادثات التي جرت في بيونغ يانغ بين الزعيمين الكوري الشمالي والكوري الجنوبي، والتي من بين أبرز نتائجها توقيع اتفاق في المجال العسكري وموافقة كوريا الشمالية على السماح بإشراف مفتشين دوليين على تفكيك دائم لمنشآتها الصاروخية الأساسية. في أخبار الرياضة، ارتقى المنتخب التونسي مرتبة وحيدة في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ليصبح في المركز 23، محتفظا بصدارته القارية ب 1503 من النقاط، متقدما على السنغال والكونغو الديمقراطية والمغرب ونيجيريا والكاميرون. في المقابل، صعد المنتخب البلجيكي مركزا وحيدا ليلتحق بنظيره الفرنسي في الصدارة العالمية أمام كل من البرازيل وكرواتيا والأوروغواي. توج أواسط المنتخب الوطني للكرة الطائرة ببطولة أمم إفريقيا التي استضافتها نيجيريا إثر الفوز مساء أمس في الدور النهائي على المنتخب المصري بثلاثة أشواط للشوط، ويعد هذا التتويج العاشر للمنتخب الوطني في تاريخ مشاركاته الإفريقية. وفي كرة القدم العالمية، وضع بوكا جونيورز الأرجنتيني قدما في نصف نهائي مسابقة كأس ليبرتادورس، فيما انهزم ديبورتيفو كاراكاس الفنزويلي على أرضه في ثمن نهائي كأس أندية أمريكا الجنوبية. حقق بوكا جونيورز الأرجنتيني المهم لينجح في انتزاع انتصار استقر على هدفين نظيفين في شباك ضيفه كروزيرو البرازيلي في ذهاب ربع نهائي كأس ليبرتادوريس، يضع بذلك قدما في المربع الذهبي للمسابقة. فبمعقله لابامبونيرا تمكن صاحب الضيافة من افتتاح التسجيل منذ الدقيقة 36 عبر مارو زاراتي، قبل أن يضيف زميله بابلو بيريس الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليحقق البوكا بهذه النتيجة انتصارا مهما قبل المواجهة المحلية بالسوبر كلاسيكو الأحد القادم ضد غريمه الأزلي ريفر بليت، فيما سيكون كروزيرو مطالبا بتسجيل 3 أهداف في مواجهة العودة حتى يعبر للدور القادم. وفي مواجهة أخرى، سجل تألقا لافتا لحارسي مرمى الفريقين، حسم التعادل دون أهداف النتيجة بين إنديبندينتي الأرجنتيني وموطني ريفر بليت، لتأجر الحسم إلى لقاء العودة. وإلى مسابقة كأس أندية أمريكا الجنوبية كوبا سوداميريكانا، حيث انتزع ديبورتيفو كالي الكولومبية ورقة العبور نحو ربع نهائي إثر تغلبه بركلات ترجيح 3-1 على ضيفه ليغا دي كيتو الإكوادوري في إياب ثمن النهائي، الذي انتهى على تفوق أصحاب الأرض بهدف دون مقابل، وهي النتيجة نفسها التي حسمت مواجهة الإياب بملعب لكاسابلانكا لفائدة المنافسة. في المقابل، حقق أتلتيكو بارانينزي البرازيلي فوزا ثمينا خارج الديار من خلال هدفين نظيفين أمام مضيفه كاراكاس الفنزويلي، حمل توقيع اللاعب رافائيل فايغا في الدقيقتين 42 و73. تم مساء أمس بمدينة الثقافة افتتاح الدورة الأولى لأيام قرطاج للفن المعاصر، دورة تتواصل فعاليتها إلى يوم الأحد القادم، وستكون فضاءات العرض بها مفتوحة للعموم بداية من اليوم الخميس. بعيدا عن الطابع الاحتفالي، تم مساء أمس بمدينة الثقافة افتتاح الدورة التأسيسية لأيام قرطاج للفن المعاصر بحضور وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، لتنضاف بذلك أيام أخرى للمشهد الثقافي التونسي تحمل اسما له رمزية حضارية وتاريخية. فن معاصر يعني طرح الإشكال اللي عندك في المجتمع متاعنا بطريقة فيها كرياسيون، فما انوفاسيون، فما برشا حاجات معناتها مش لازم تشوف الحاجه كما هي، شنو وراء اللي خدمته، شنو تخمم. ساعات نختاروا دي كونسيبت باش نوريو الخدمه نتاعنا. فضاءات عرض الاعمال الفنيه التشكيليه تتوزع ببهو مدينه الثقافه على عدد من الاروقه، نذكر منها رواق وزارة الشؤون الثقافية وهو مخصص لتكريم الفنانين التشكيليين التونسيين، وأرويقة كل من الشباب المبدع والمنظمات المهنية والجهات.
والله الايام هذيا سي اون بروميير، معناها اول مره في تونس حاجه يعني بادره حلوه برشا، بادره مهمه برشا بالنسبه لي نحنا الفنانين. فرصه للشباب باش معناتها اكسبوزيو خدمهم، باش نتعرفوا على بعضنا من بلايص معناتها مختلفه. الدورة الأولى من أيام قرطاج للفن المعاصر سيلتقي خلالها فنانون تشكيليون من تونس وخارجها، إما عبر الأعمال الإبداعية المعروضة أو من خلال الندوات الفكرية، وهو ما يمثل فرصة للترويج للفنان التونسي على مستوى عالمي. كما تمثل هذه الدورة مناسبة لتعرف محبي الفن التشكيلي على الفنانين التشكيليين التونسيين واقتناء أعمالهم من خلال سوق سماه المنظمون سوق الفن. ختام النشرة، تذكير بأبرز العناوين. الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة تعقد اجتماعا بالحمامات وعلى طاولة نقاش الوضع العام في البلاد وملف المفاوضات الاجتماعية والقانون الأساسي للوظيفة العمومية. إضراب حضوري للأطباء الداخلين المتعاقدين احتجاجا على عدم سداد أجورهم، وسلطة الإشراف تؤكد أن مرد ذلك عملية التثبت في الملفات. سعيا لتحقيق نقلة نوعية في بنيتها التحتية، تونس تشارك في المؤتمر الدولي للبنية التحتية بسيول، والوفد التونسي يبحث سبل دفع التعاون في عديد المجالات. وبإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.